كي دايري لاباس عليكم؟ اش تعاودوا كده مع الوقت كده مع الدنيا؟ واه يا ناري انا جيتكم بالجديد وي كوكو كوكو على خير زبحكوك كي دايرين لاباس عليكم وكاينه الشمس هذاك الشيء علاش كي جيتكم اليوم ايوا عرضوا عليا صحابي اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله قدرة سيدي ربي ايوا صبتي وني جيت واحد القهوه الزيتون ايوا يا ربع الزيتون ها مراكش هانتوما شوف هذاك الشمس شق شق انا زين اليوم لا اخباركم زيانيت زيانيت يا خوتي زيانيت عطوني اللايكات عطوني بارطاج عطوني التعاليق ديالكم بغيت نشارك معاكم كي دايرين نتوما كي دايرين الناس الزينين بغيت نوصل واحد الفيديو قبل ما نكمل الفيديو واحد الشخص البارح علاش هضرت في اللايف واخا اللايف ما موضحش مزيان واحد الشخص تيدير تشهير بالناس دار سميتي وكنيتي ودار رقم ديال التليفون وقال لهم شنو غندير وشنو يديروا وعيطوا عليا الناس طبقات عيطوا عليا فهمتيني انا ما مسوقش انتم عارفين تيدخل هذاك الشيء من تخرج حيت كان بغيت هذاك الشيء بلا ما يقولها لي بنادم بغيت نوصل هذا الفيديو هذا باش نوصل لكم كاينين كما تنقول كاينين الناس اللي سبحان الله بالعظيم ما تيبغوش الخير الناس مي انا ما داك النوع اللي جاتهم الله خير ومزيان يناقضني بنادم ومزيان بنادم يقول فيك شي حاجه خايبه وكما تنقول القافله تسر والكلاب تنبح كما نقول لكم لاباس عليكم عشت عاوده كيدير مع الوقت كيدير مع الدنيا هانيه ايوا نكمل معكم هذا الفيديو هادي غندير فيه ثلاث دقائق بغيت ندير فيه ثلاث دقائق ونشاركوا معاكم ايوا تنحبكم تنموت عليكم وديروا اللايكات ودعموني وطاقه ايجابيه ديما تنعطيكم الطاقه الايجابيه انتم عارفين وليكم مفاجاه ان شاء الله ديال الحاجه ان شاء الله الله يجيبها على خير ان شاء الله بالمفاجاه الزوينه وعرضوا عليا اصحابي والله العظيم عرضوا عليا وقالوا يلا معانا وداكش تنفس شويه ايوا واش تقولوا هضره ينسمعوكم الناس سلم لي على المتابعين شاي يقول لهم يعطوك الثقه ايوا يا المتابعين هضري واتمنيناكم تكونوا معنا في هذه الجلسه هذه واحده فيكم وهضر مش هاد الفيديو يسمعوك اوي سي تتهضر في نيفها واتمنيناكم يا المشاهدين تجلسوا معنا وتشربوا معنا قهوه واللي كاين هنا في مراكش مرحبا بي والف مرحبا وتتمناكم ديروا سبسكرايب وجيم وبارطاج لهذا الفيديو هذا ايوا سي ها آه يا ناري سبسكرايب وشنو هو سبسكرايب سبسكرايب وشنو كاين واحد اخر؟ وجي بارطاج سكركايت ولا تلفتيوني بغيت نقول لكم سبسكرايت ولا بعد سبرايت ولا ما عرفت سميتها حيت بحال هكاك سبرايت سبرايت وجو دورونج وكافي نوار وكلشي كلشي يدوز لوز ايوا ما نتكونش ثقيل عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله ونشاركوا معاكم انتم عارفين الطاقه الايجابيه ان شاء الله وجزاكم الله خير واحتراماتي ليكم والله يستر لكم امور وشكرا للناس المتابعين ديالي من خارج الوطن وداخل الوطن انتم عارفيني عبد الاحد طاقه ايجابيه واه يا ناري واه يا ناري واه يا ناري ايوا واش نقول لكم عطوني اللايكات عطوني بارطاج قال لك اللي زين زين تي عموم 2-2 هادشي اللي كاين ايوا وبغيت ندوز معاكم واحد الفيديو زوين وها انتم شنو بغيت نقول لكم لا اله الا الله محمد عاودي انا خصهم ثاني يديروا لي المظهر باش في هذا الفيديو ولا ما خدموش معاهم بالله تا يجيو نقول لي دير لي المظهر هنا باش يتصور في الفيديو ها جات نقول لك اش باش نسهرك النيت معايا في اليوتيوب زيدوا بالله تسي عطيني انا ها انتم ها المظهر انا ماء الحياه ها انتم الزهر ها ما حيا جات ها هي جات ما حيا جات الله يحفظكم ليا شكرا ليكم وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله واش نقول لكم سي الزهر اليوم عندي الزهر خصني ندير الزهر وهذاك الشيء وبغيت نشارك معاكم واحد القهوه كافي الزيتون كافي الزيتون بارك الله عليكم وجزاكم الله خير شكرا هادشي اليوم اخباركم اليوم عندنا الزهر هذاك الشيء علاش اليوم عندي الزهر واه يا ناري الزهر الزهر مكوز في العواني قال لك كان عندي الزهر كان عندي الدار بحال هو يا مسطار المشوهه ايوا اش نقول لكم ايوا اش نقول لكم ما نطولش عليكم في هذا الفيديو وهادشي اللي كاين ان شاء الله بهادشي تنحماق عليكم تنسطع عليكم واه يا ناري واه يا ناري واه يا ناري ولايكات لايكات والتعاليق ديالكم شكرا لكم جزاكم الله خير
وتنحبكم ديما 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 الطاقه ايجابيه وتنحماق عليكم وتنتسطى عليكم وتنتفليب عليكم وتنتفليب عليكم ولايكات لايكات 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 وتنحبكم في الله والسلامه. خليوا لي التعاليق ديالكم والبارطاج ديالكم وابوني ديالكم وجزاكم الله خير وصلوا على رسول الله. وشكرا للحاجه والامهات والاخوين والاخوات وكل الناس اللي تحبون وشكرا لكم خليتكم على خير ومازابي وشكملوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله.